لقد ظهرت مطالبات من البعض بضرورة أو لا بد من مشاركة المرأة في مجال الدعوة، وأن يكون للنساء أشرطة محاضرات تباع في التسجيلات، ويقولون إن القول بأن صوت المرأة عورة قول شاذ، حتى إن إذاعة القرآن لمزوها بهذا فاستجابت، وبدأ يظهر للنساء كلمات دعوية في البرامج المباشرة. ما توجيه فضيلتكم تجاه هذا؟ ماذا يقولون في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ هل هذا قول شاذ؟ الآية قول شاذ، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، هذا قول شاذ نعوذ بالله من الضلال. المرأة في التلبية في الحج ما ترفع صوتها، السنة أنها تلبي ولا ترفع صوتها، هذا من السنة، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة في الصلاة إذا ناب الإمام شيء ما تقول سبحان الله مثل الرجال، وإنما تصفق، هذا شاذ، الأحاديث هذه شاذة. لكن هؤلاء إما أنهم أهل ضلال وزيف، وإما أنهم لا يعقلون ولا يدرون أنهم جهال. نعم.